Ahlan und merhabat bikom fi sual jidim. Sual tfaḥṣat جنسية الألمانية أو Test das Leben in Deutschland. اليوم السؤال رقم ميو ستهطزين. Warum nennt man die Zeit im Herbst 1989 in der DDR die Wende? In dieser Zeit veränderte sich die DDR politisch a) von einer Diktatur zu Demokratie.

هذا الزمن هذا الوقت تاريخيا مهم جدا في التاريخ الحديث او المعاصر بسموه باللغه الالمانيه "ديفند" "ديفند" يعني التغير التحول معنى هالكلمه ديفند التغير او التحول كيف نحن في التاريخ بنقول مثلا قبل الهجره او بعد الهجره كتاريخ الهجري يعني الهجره هي كانت نقطه تاريخيه مهمه جدا او قبل البلاد وبعد الميلاد بعد الميلاد حتى في ألمانيا في العصر الحديث دائما بيستخدموا مصطلح فور يعني قبل التحول أو التغير وناخ يعني بعد التحول أو التغير طبعا غالبا بيكون الرمز إلى موضوع أنه لما كانت ألمانيا مقسمة ولما كانت ألمانيا موحدة فهلا بنشوف السؤال بالتفصيل Warum nennt man die Zeit im Herbst 1989 in der DDR die Wende? Warum, لماذا, ضمير سؤال, nennt man تسمى دي Zeit, أو يسمى الوقت, die Zeit im Herbst, في خريف 1989, عام 1989, in der DDR, في الجمهورية الديمقراطية الألمانية, die دوتش Demokratische ريبوبليك دي Wende, قلنا التغير أو التحول. هلأ, كجواب, in dieser Zeit, في هذا الوقت, veränderte sich, تغير. دي دي, دي ايه بوليتش تغيرت يعني المانيا الشرقية سياسيا بوليتش كيف تغيرت نقطة نقطة نقطة, نقطة. الاحتمال الأول von einer ديكتاتور تسو ديموقراطية طبعا نحن عم نحكي عن تغير سياسي von einer ديكتاتور من ديكتاتورية تسو ديموقراطية إلى ديموقراطية وهذا الحكي صحيح طبعا المانيا الشرقية تحولت من ديكتاتورية إلى ديمقراطية يعني نظام ديمقراطي طبعا وتوحدت مع ألمانيا الشرقية وهو الجواب الصحيح الاحتمال الثاني فون أنا ليبرال ماركت فيرتشافت فيرتشافت اقتصاد ماركت يعني اقتصاد السوق اقتصاد السوق الحر او الليبرالي الى الزوتياليسموس ان الزوزياليسموس هو الاشتراكية طبعا ما هذا الشيء اللي صار بالعكس هو صار تغير بالنظام الاقتصادي من الاشتراكية كدولة تابعة كانت الاتحاد السوفيتي إلى اقتصاد السوق الحر كما هو في ألمانيا الغربية. C von einer Monarchie zu Sozialdemokratie Monarchie قلنا نظام ملكي نظام حكم ملكي Sozialdemokratie إلى نظام ديمقراطي اجتماعي طبعا ألمانيا الشرقية ما كانت ملكية وإنما كانت جمهورية Deutsche Demokratische Republik Republik يعني جمهورية الاحتمال الرابع von einem religiösen Staat يعني من دولة ذات نظام ديني ممكن يكون مسيحي أو إسلامي أو يهودي أو أي دين تاني طبعا ألمانيا الشرقية ما كانت دولة دينية ذو نظام ديني وإنما كانت دولة سياسية von einem religiösen Staat religiösen Staat zu einem kommunistischen Staat إلى دولة كومونستيش قلنا الكومونيسموس إيش الشيوعية يعني هل حدث تغير من نظام ديني إلى نظام شيوعي طبعا كمان لا إذا الكومونستش يعني الشيوعي جيم من يعني الشيوعية إذا الجواب الصحيح هو الاحتمال الأول فون أنا ديكتاتور ديمقراطي من ديمقراطية إلى من ديكتاتورية إلى ديمقراطية بالأخير عنا كمان كالعادة الصفحة الرسمية للأسئلة فيكم تتدربوا على نماذج امتحانية فيها بتمنى تحطوا لايك على الدرس إذا عجبكم الشرح وتعملوا اشتراك في القناة وبتمنى لكل الناس اللي تقدمها الامتحان تنجح فيه وتجيب على العلامات تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء في الدرس القادم